اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز. النهارده في السجن بتاعتنا احنا هنتكلم عن ممكن نقول احد اكبر واخطر ومرض اكثر انتشارا مش بس في الوطن العربي، ما بتكلمش على الريجن، انا بتكلم على مستوى العالم. ويمكن لما دايما بتكلم معاكم على ستاتستكس واحصائيات انتوا بتبقوا شايفين ان احنا بنكبر المواضيع والموضوع كده مش على ارض الواقع. النهارده الموضوع بتاعنا هو السمنه المفرطه والمتلازمه بتاعته مرض السكر. لما نيجي نتكلم على 640 مليون مصاب بمرض السمنة المفرطة على مستوى العالم، يعني احنا ما بنكبرش الموضوع، دي ارقام على ارض الواقع. 640 مليون حالة بتعاني على مستوى العالم. دايما مريض السمنة المفرطة بيقف عند 2 بوينتس كده او نقطتين في حياته، بيبقى عارف كويس جدا من جواه ان الحل الوحيد للحالة بتاعته هي جراحات السمنة المفرطة وبيعافر، وتاني حاجة البوينت اللي بيواجهها ان هو ما عندوش الحافز، مش شايف ان في حاجة بتحفزه ان هو ياخد ستاب زي دي، وبيبقى برضو بالتساوي قلقان مع الجراح اللي لازم يكون عنده او بيجمع ما بين المهارة الأكاديمية والعلمية والطبية، وان هو يقدر يريح المريض ده نفسيا، لان جزئية السمنة المفرطة مرتبطة جدا جدا بنفسية المريض وتغيير حياته وخلق سعادة من العدم. ويظل أستاذ دكتور أحمد السبكي رائد جراحات السمنة المفرطة في مصر والوطن العربي وعلى مستوى العالم. اسمحوا لي أرحب به أستاذ دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. ومعانا المفاجأة النهاردة، الكيس والحالة اللي احنا وعدنا ان هي تكون معانا النهاردة في الاستوديو، استاذة سلمى مهاب. اهلا بيكم. اهلا بيك يا دكتور. اول حاجة انا عايزة اتوجه بسؤالي لسلمى. استاذة سلمى، اي حد بيتفرج علينا دلوقتي مصاب بالسمنة المفرطة عامة، اول حاجة بيقولها انا عارف ومعترف ان انا عندي مرض وعندي مشكلة كبيرة وسجن في حياتي، بس انا مش قادر اخد اول ستيب، اول خطوة، عملتيها ازاي؟ هو انا عموما من زمان قوي بدات امشي في فكره الدايت. فكره الدايت دي بالنسبه لي فكره مرفوضه تماما. يعني انت ما حاولتيش اصلا فيها؟ لا، حاولت كتير فيها بس ما لهاش نتيجه. اوكي. مستحيل ان انا اقارن النتيجه دي بنتيجه العمليه. تمام. خالص. خدت خطوه العمليه دي لما جيت خلصت دراسه، ولقيت نفسي ان انا بقدم على شغل كتير ومش عارفه اشتغل، وبدات اتخن زياده عن اللزوم لدرجه ان انا بقيت كل اسبوع بزيد على الميزان. اوكي. انت التوب ويت بتاعك وصلتي لكام؟ اقصى رقم شفتيه على الميزان 114 كيلو. هو 114 كيلو قبل العمليه بالظبط. فكان سنك قد يعني 22 سنه. 22. طب حاجه زي كده كانت مغيره لك شكل حياتك ازاي؟ الناس اللي حواليكي، اصحابك، طريقه التعامل كان شكلها عامل ازاي؟ احكي لي. لا طبعا قبل العمليه ما كنتش عايشه، يعني كنت على طول في اكتئاب وكتير قوي، يعني ما كنتش بخرج مع اصحابي، ولما كنا بننزل كنت بحس ان انا مختلفه عن اصحابي. ان انت منعزله شويه. منعزله جدا ومختلفه عنهم، يعني مش زيهم. يعني انا شايفه بني ادمه ثانيه. انا ما اعرفش مين دي، يعني انا شايفاكي دلوقتي دي واحده ثانيه خالص، حتى باين في الصور ومن وقفتك ومن ضحكتك في الافتر، الصور ما بعد العمليه بثقتك بنفسك وانت واقفه. اكيد دي صوره الصوره اللي هي سبب العمليه بتاعتي. دي السبب العمليه. دي سبب العمليه. دي كانت ممكن نقول الفيصل بالنسبه لك. اه. وصلتي للمرحله دي ازاي؟ هل مثلا موضوع كان جيناتكس، في حاجه مثلا في العيله كلها وزنهم مثلا زياده، ولا طريقه اكلك؟ طريقه اكلي كانت. كنت بتعملي ايه بقى؟ وحشه جدا. لا كنت دايما بتعشى، يعني دايما العشاء كان اساسي بالنسبه لي. يعني انا شايفه الافتر دي موديل. انت وصلتي لكام بقى دلوقتي؟ احكي لي. 60 كيلو. 60 كيلو. أوه. من كام؟ من 114 كيلو. نزلتيهم في فتره قد ايه يا سلمى؟ في سنه وشهرين بالظبط. يعني اعتقد ان بالمعدل ده انت بتنزلي بالراحه وبطريقه ستادي، فما فيش اي بقى تهدل، ما فيش اي اكس سكن خالص، جسمك نازل مظبوط زي الموديل بالظبط. الحمد لله. احنا عملنا عمليه تكميم صح كده؟ تكميم معده. انا هاجي بقى بسؤالي لرائد جراحات السمنه فعلا اللي انا فخوره ان هو موجود معايا النهارده في السيجمنت. دكتور سلمى، انت غيرت لها حياتها من اول ما شفتها في اول مره لما اتعرفت عليها، كانت اكتر مشكله وعائق نفسي بالنسبه لها كان ايه؟ هو حاله سلمى دايما في السن الصغير المشاكل الصحيه مش بتبقى هي الدافع القوي لاجراء العمليه، لان هي لسه ما تبقاش حست بالمشاكل الصحيه اللي بتيجي من ورا السمنه، لكن دايما الدافع بيبقى الحاله النفسيه والاجتماعيه والمشاركه واحساسها بعدم الثقه ونظره الناس الخاطئه ليها. هي انسانه، كل انسان جوه نفسه حاسس بثقته في نفسه جوه نفسه، صح،
لكن لما بيجي يحاول يمارس دوره في المجتمع ما بيلاقيش الاستعداد للمشاركة اللي يستحقها. صح. وده بيدفعه للانطواء. فده دايما المشكلة الأساسية، هي بنت في مرحلة عايزة تشوف إعجاب الناس بيها. صح طبعا. عايزة تلبس اللبس اللي بتشوفه ويعجبها، تشوف نظرات الإعجاب في عيون الناس، ده الطبيعي في سنها. تعيش الثقة لما تروح تقدم على شغل، تبقى حاسة إن هي لها مواصفات مقبولة. لما تبقى حد مثلا بيتقدم لها ما تبقاش متضايقة، طب اللبس بايظ عليا، طب أنا أطلع إزاي. طب ولا قدر الله بيحصل يعني في زوجات بينفصلوا وبيطلقوا بسبب ده، زوجات بتطلق بسبب فالمشاكل الاجتماعية والنفسية في هذه المرحلة العمرية أخطر وأكثر دفعا ليها أنها تعمل العملية عن المشاكل الصحية. المشاكل الصحية عادة بتبقى هي الدافع في السن الكبير، اللي بدأ بقى يظهر عليها الضغط والسكر والمفاصل مش قادرة تمشي وغضاريف ظهره، اللي عايزة تغير مفصل والسكر مش ماشي، بقى باكج أدوية عايز يخلص منها، تقول لك لا دي حياتي بقى، أنا يعيش يموت إنما ما سيبش نفسي. فكل مرحلة عمرية لها الدافع اللي بيخليها لا أنا لازم أخد الخطوة دي. طب إحنا عملنا لها عملية تكميم، ليه اخترنا تكميم لسلمى؟ التكميم بنختاره في ظروف معينة، لما يبقى المريض غير مقبل بشراهة على الحلويات، مش ان هو يمتنع لكن يكون طبعه الغذائي مش مقبل على الحلويات. في حالة سلمى كان سنها صغير دافع اكتر لاننا نعمل تكميم، لاننا دايما في الشباب السن المراهقة من سن 14 سنة لغاية ما الانسانة تتزوج وتخلف، بنقول ان احنا لو ينفع نعمل التكميم ويدينا نفس النتيجة مقارنة بالتحويل بنفضله، لأن هو ما بيتطلبش فيتامينات معينة لفترة الست شهور أو سنة أو لما تتجوز إن شاء الله يبقى في حمل ورضاعة، ما نقولش هنديها فيتامينز بجرعة زايدة زي التحويل. وده اللي بيميز التكميم، بينفع للشريحة الأكبر من مرضى السمنة المفرطة، اللي هم غير مدمنين الحلويات، اللي ما عندهمش ارتجاع في المريء، اللي وزنها مش اوفر قوي، مش 170 و180 مثلا زي سلمى، اللي عندها درجه من النشاط والحركه. يعني احنا ليه برضو بنقول سن الشباب؟ دي برضو بتروح جامعه، بتروح شغل، بتنزل، عكس الست الكبيره اللي عندها 50 سنه اللي هي دوبك بتتحرك جوه بيتها والحركه والنشاط قليل. فبنبقى عايزين لها عمليه اقوى زي التحويل المصغر. يعني كل مريض له العمليه المناسبه، والقعده التحضيريه اللي بنقعدها مع المريض قبل العملية أنا بعتبرها الخطوة الأولى في طريق النجاح. دايما يا دكتور أحمد قبل ما انتقل بسؤالي للأستاذة سلمى، كل البيشنتس اللي بيعملوا عمليات عند حضرتك بيأكدوا على جزئية معينة، الجزء النفسي. أنا ارتحت نفسيا لما رحت الدكتور أحمد. بتكلمهم إزاي؟ بتقنعهم إن الحالة الطبيعية اللي أنت فيها ده مرض، وأنا متفاهم الجزء النفسي والمرحلة اللي أنت بتمر بيها، وإن أنت متطلب منك دلوقتي تقوم بعملية مصيرية تغير حياتك بالكامل. هي خبرة الجراح أو الطبيب المعالج ما بتبقاش بس خبرته في إجراء العملية وخبرته في الأدوات وخبرته في التخدير وخبرته في عوامل نجاح العملية كعملية، لكن خبرته الأصلية بتبدأ من قدرته على الإحساس بمشكلة المريض والتعامل معاه بالطريقة الصح. والمريض بيبقى إنسان حساس جدا، عنده مخاوف معينة. عشان كده الجلسة التحضيرية دي ممكن نقعد ساعة نتكلم مع المريض. أنا بفهم منه، أنا جايز المعلومات اللي أنا عايزها ممكن ما تاخدش مني 10 دقائق، ومع ذلك بدينه مساحته في الوقت إن هو يقول لي كل المخاوف اللي عنده، وأنا أتكلم معاه وأطلع من جواه هذه المخاوف عشان خاطر يحس بالأمان. والجراح المريض بياخد الثقة من ثقة الجراح في نفسه، وبالتالي الخبرة هي اللي بتدي للمريض بعد توفيق ربنا طبعا. سبحانه وتعالى، وعدد الحالات اللي عملناها، وان المرضى دايما بيبقى شايف تجارب ناجحة. يعني دايما المرضى بتوعنا دلوقتي احنا عاملين في أسرهم صاحبتها ومامتها وخالتها، فتبص تلاقي الناس جاية عندهم تجربة حية، وبالتالي عشان بيتشجعوا لما يشوفوا قصص نجاح. بالظبط بالظبط، زي أستاذة سلمى كده.
زي النهارده. استاذه سلمى اللي انا فعلا وانا ببص على الصور، انت المفروض دلوقتي تشتغلي موديل، يعني انت المفروض دلوقتي بنفس المودلز. انا عايز اعرف بقى، دايما البنات اللي بتتفرج علينا خاصه بتبقى عندها حته كده جواها تقول ايه، لا عادي، ما انا صحتي تمام، انا ما حصليش حاجه، انا ما جاليش يعني سكر ولا ضغط ولا اي حاجه عشان اخد الخطوه دي. بيعافروا مع نفسهم ويبتدوا بقى يحطوا مصطلحات، لا انا كيرفي، لا انا مش عارفه ايه، ومش عايزه اعمل العمليه دي، ما جيش جنب الحته دي. تقول لهم اقول لهم ان انا كنت بقول نفس الكلام ده. يعني انا نفسي كنت بفضل اقنع نفسي، اقنع نفسي ان انا لا عادي وخلاص هتعايش مع ان انا جسمي مليان، هتعايش بقى مع اللي انا وانا جسمي كويس وخلاص. لكن لما بدات اكبر وبدات اتعب، لان انا ما عملتهاش من فراغ، انا عملتها كمان لان انا بدات اتعب جدا نفسي جسمانيا بقى. طبعا حسيتي بايه بقى يا سلمى؟ نفسي كان بيتعب كتير جدا، ما بقتش اقدر اطلع السلم، يعني هما دورين، بقيت الدورين دول بالنسبه لي مجهود كبير، 10 دور. طبعا طبعا ما بقتش اقدر امشي زي الاول، بقيت كل حاجه لازم انزل اركب عربيه عشان اروح حتى لو مكان قريب. لا خلاص ما بقتش عايشه سني، بقى الوزن بتاعي محسسني ان انا بقيت واحده كبيره، واحده كبيره في السن جدا. طب حسيتي قبل كده ان انت اترفضتي مثلا من انترفيو، اترفضتي من حاجه بسبب وزنك؟ طبعا، بعد ما خلصت دراسه على طول واجهتني كل الحاجات دي ورا بعض بقى، عشان كده اكتئبت. صدمات بقى ورا بعض. طبعا قدمت في شغل كتير، وكان طبعا من ضمن الحاجات، لا لازم تبقي حسنه المظهر ومظهرك كويس ومش عارفه في حاجات معينه لازم تمشي عليها. لازم. فخلاص اكتئبت بقى وجيت هنا وخدت قرار العملية ده. أهلي طبعا خلاص قالوا ما فيش فايدة غير إن هي لازم تعمل عملية، تمام، عشان أغير كل اللي أنا فيه ده وأغير حياتي. طب عرفتي دكتور أحمد منين؟ من التلفزيون طبعا، من التلفزيون الانترفيوز. أول مرة قابلتي دكتور أحمد، احكي لنا كده عن الكونفرسيشن، كان شكلها عامل إزاي؟ هو الدكتور كان ما شاء الله يعني مريح جدا نفسيا. يعني أنا بخاف عادة من الدكاترة، ومش دايما بروح للدكاترة خالص. لا كنت رايحة، كلنا بنخاف من الدكاترة. كنت رايحة اليوم ده رايحة أغير حياتي، ورايحة مبسوطة أنا هشوف الدكتور. يعني اللي هو بجد أنا هخس، يعني ما كنتش متوقعة وما كنتش متخيلة نفسي. فالدكتور طبعا اتناقش معايا وعرف ان انا مش باكل سكريات كتير، وسالني في حاجات كتير، واختار لي عمليه تكميم معده، وطلب مني طبعا تحاليل واشاعات عشان يطمن على صحتي قبل العمليه، واطمن وعملنا عمليه الحمد لله. طب انا عايزه اقول بقى ايه ده، في يوم العمليه ده اليوم الفيصل بالنسبه لك، احكي لي عن شعورك قبل العمليه بكام ساعه وبعد ما فوقتي، الاختلاف ما بينهم. قبل العمليه بكام ساعه كنت بضحك وبهزر، ويعني انا مبسوطه ان انا خلاص الحاجه اللي من زمان، اصلي العمليه دي كانت حلم بالنسبه لي. كنت خايفه ان انت تقومي بالستاب، بس عارفه ان دي حاجه نفسك تعمليها. كان حلم. حلم يعني، هل انا يعني كنت ساعات بسال نفسي بقى قدام المرايه كده، اقول هو انا ممكن في يوم من الايام اشوف نفسي رفيعه؟ طب ممكن اعرف ملامح وشي؟ انا ما كانش يعني بقول ان انا ما كانش ليا ملامح، ما كانش ليا شكل. شكلي ما كانش موجود، شكلي كان وحش، كنت متضايقه. كنت مستخبيه فعلا. في بريزن كده او سجن جواكي. بالظبط. بعد العمليه بقى، بعد ما فتحتي عينيكي حسيتي بايه؟ ارتحت. ارتحت قوي، حسيت ان انا خلاص الخطوه اللي انا كنت عايزاها، خلاص انا اخدت الخطوه دي. واول ما فتحت عيني كان الدكتور بيطمن عليا، يعني الدكتور طبعا عنده يعني يعني احسن حاجه انا شفتها في الدكتور ان هو بيعمل متابعات دايما. بيتابع دايما. لحد انا بقالي سنه وشهرين انا لسه بتابع مع الدكتور لحد النهارده. كل يوم ليكي سؤال، كل يوم ليكي حاجه يعني بتبصي على طول؟ كل فتره لازم بروح الدكتور بيشوفني، ودايما بيتابع المرضى بتوعه. طب بيتابع بقى، بس في جزئيه ناس كتير هتبقى خايفه منها. طب ما انا هعمل العمليه دي واتحرم من الاكل، واقعد بقى اتفرج على الناس وهي بتاكل، وابقى نفسي اكل ومش عارف اعمل زيهم عشان انا عامل عمليه، واصلا سمعت ان العمليه دي اللي بيعملها يقعد يرجع طول حياته. احكي لنا من تجربتك انت. انا ما حصليش اي حاجه في الاكل، بالعكس انا بعد العمليه اخدت نظام غذائي لمده شهر. اوكي. بداتي بقى بحاجات سوفت جدا، حاجات خفيفه، عصاير، وبعد كده حاجات مهروسه شويه وشوربه ومش عارف، لحد ما بدات ان انا اوصل ان انا اكل عادي، ودلوقتي انا باكل كل حاجه عادي جدا. اوكي. بس بنسب قليله، لان معدتي ما بقاش حجمها زي الاول طبعا. بس لسه حاسه بالجوع مثلا؟ يعني بتوقفي خالص. علشان العمليه ولا بتوقفي عشان انت شبعانه؟ بشبع. بتشبعي؟ خلاص بشبع. يعني خلاص انا معدتي مش مستحمله تاني، خلاص انا شبعت. بس السكريات هي طبعا اللي مش باكلها كتير، لان انا اصلا مش باكل سكريات كتير، فبتبقى مثلا مره مثلا حاجه متوسطه او حاجه. مش بكتر عن كده خالص.
يعني انا ببص للصور دي تاني، انا عايزه ارجع لها تاني عشان المشاهدين يتفرجوا معانا على الطفره اللي حصلت في حياتك، الترانزيشن الرهيب. يعني دي واحده تانيه، اللي على الشمال دي نفسيه تانيه، بجسم تاني، بحاله اجتماعيه مختلفه، بكل حاجه مختلفه. واحده جديده، انا بعتبر القديمه دي خلاص انتهت. يعني ببص لنفسي الصور دي بتعبني نفسيا، لاني بفتكر كل الحاجات الوحشه اللي كانت بتحصل لي في حياتي والاكتئاب اللي كان حاصل لي، ما كنتش عايشه بسببها. هي ان هي مش عارفه تاخد القرار ده. لا. طب تعليقات بقى صحابك لما بيشوفوا انت الجديده ايه؟ والله هو في ناس من صحابي ما بقوش يعرفوني اساسا. يعني مش عارفين يتعرفوا عليكي اصلا. مش عارفيني اصلا، يعني بناخد فتره قبل ما بيعرفوني. فلا طبعا، يعني ناس فرحت جدا بيا. وبعدين انا بعد العمليه اختفيت فتره. كنت قصدا ان انا عشان يشوفوا بقى المفاجاه. بالظبط. وهي دي كانت اهم حاجه، وودتني ثقه قوي بقى في نفسي. طبعا الثقه زادت او مش زادت، هي بقت موجوده. هي ما كانش في ثقه اصلا. ما هي دي معظم المشاكل بتاعه البنات عامه او السيدات. احنا ما بنحبش نعترف بالمشكله اللي عندنا. بالزبط. بنحب دايما نداريها في حاجات معينه. يعني تلاقي مثلا بنت عارفه ان عندها مشاكل الدنيا والاخره في السمنه المفرطه، تقعد تقول لا اصلا هلبس كورسات في الايفنت ده. أيوة. اصلا هعمل ايه وهخبي وداري والبس اسود واعمل، بس مش عارفين يعترفوا المشكله الاساسيه اللي عندهم. بالظبط. انا بقى هنتقل بسؤالي لدكتور احمد. في ناس كتير يا دكتور دلوقتي اللي بيتفرجوا هيتكلموا في جزئيه معينه، وهي اصلا عندي مشكله تانية غير السمنه المفرطه، زي مثلا الضغط، زي حاجه معينه، انا ما ينفعش يبقى في تخدير كامل. جزئيه التخدير اللي ناس كتير بتخاف منها دي، هل حصل فيها جديد ولا لا؟ بالعكس، على فكره وجود امراض مصاحبه مع السمنه سبب داعي اكتر للعمليه. بدل ما احنا بنقول عمليه للسمنه، بقت اصبحت للسمنه ومشاكل السمنه ومضاعفاتها. وده في الفدراليه الدوليه كمان قالوا حتى السمنه البسيطه لو معاها مضاعفات تبقى اولى انها تعمل العمليه. اوكي. لان احنا بنعالج ضغط، بنعالج سكر، بنعالج مشاكل القلب، بنعالج كل ده بعمليه واحده. الحاجات دي كلها بتتظبط قبل العمليه، والتخدير الحديث اللي احنا اتكلمنا عنه كتير قبل كده، ودايما كان طرق بحثنا زي ما احنا بندور على التقنيات الحديثه والادوات الافضل وكل التفاصيل الجيده، لازم كنا بندور على التخدير المتميز. وسافرنا بلجيكا مخصوص، وخدنا التيم بتاعنا واتدرب على يد بروفيسور مولير اللي هو افضل طبيب تخدير في العالم، متخصص في جراحات، في تخدير جراحات السمنه. وبنخدر بادويه حديثه جدا، حاجه اسمها روكرونيوم، يعني بنجيبه من بره مخصوص. وده كله لان النجاح عشان له عوامل. بالظبط بالظبط. وكل التفاصيل الدقيقه المطلوبه لابد ان احنا نحققها عشان نوصل بالشخص او المريض لبر الامان، ونحقق هدفه بدون مضاعفات او بدون اي حاجه ثانيه. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور احمد، ودايما بقول على حضرتك صاحب السعاده وخالق السعاده وقصص نجاح كتيره جدا جدا وامل لناس كتيره جدا. انا بشكرك لوجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا. بشكرك يا استاذ سلمى، بشكرك لوجودك معانا. شكرا. بشكر استاذ دكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. وبشكر استاذه سلمى مهاب، بشكركم شكرا جزيلا. نورتوني. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.